أسعدتم أوقاتا بكل الخير، أنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامج استوديو اليرموك. يعمل الأردن جاهدا، حاله كحال العديد من الدول العربية، من أجل تأمين كميات كافية من الحبوب والأسمدة والزيوت النباتية لتلبية احتياجات السوق المحلي، في وقت لا تنفك فيه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا تؤثر سلبا على سائر دول العالم، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير لتصل إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث. ففي أذار مارس الماضي قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نوغوزي أوكونجو إيويالا إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالعالم بسبب الوضع في أوكرانيا يمكن أن يثير أعمال شغب من جانب الجياع في البلدان الفقيرة. البطون الجائعة الغاضبة لا تميل إلى الجلوس بهدوء. من روما القديمة إلى العصر الذهبي لاحتجاجات الطعام الإنجليزية إلى أعمال الشغب بشأن الخبز في بيتروغراد سنة 1917 إلى الاضطرابات في الهند والاضطرابات التي اندلعت في 14 دولة إفريقية وبلدان أخرى عندما ارتفعت الأسعار عالميا عامي 2007 و2008. لذلك فإن المشكلات الصامتة التي تتراكم على المدى الطويل ينبغي أن تثير القلق بشكل أكبر بسبب ما قد تقود إليه الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، حيث سجل البنزين أعلى سعر بتاريخ الأردن. ونظراً لارتفاع الرقم القياسي لمعدل التضخم في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 2.62% في ظل دخل لا يتناسب مع احتياجات المواطنين، حيث أشار مسح نفقات ودخل الأسر الأخير وفق التقارير الرسمية إلى أن 24.2% من الأردنيين يتقاضون رواتب شهرية أقل من 300 دينار، و46.9% يتقاضون أقل من 500 دينار كرواتب شهرية. أما متوسط دخل الأسر فإنه يعادل 772 ديناراً، الأمر الذي دفع 8 أحزاب أردنية إلى الدعوة للتظاهر ضد غلاء الأسعار والتي يدفع تكلفتها المواطن. حلقة هذه الليلة من استوديو اليرموك نناقش فيها تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً على الأردن. أرحب في هذه الحلقة بضيفي في الاستوديو أمين عام حزب الحياة الأردنية الدكتور عبد الفتاح الكيلاني. مساء الخير دكتور عبد الفتاح. كما أرحب أيضاً بالخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ زيان زوانة. مساء الخير أستاذ. أهلاً وسهلاً زيان. وبما أن الموضوع اقتصادي وبحث من الدرجة الأولى، نبدأ معك مباشرة فيما يتعلق لماذا ارتفعت أسعار الغذاء عالميا. الكل يتساءل اليوم. ارتفعت أسعار في العالم كله لسببين رئيسيات. السبب الأول كان جائحة الكورونا. جائحة الكورونا سببت كما نعلم جميعا، ولا أريد أن أعيد هذه الأسباب لأنها تم التطرق لها كثيرا. نعم صحيح. نتيجة الإغلاقات خلال فترة الكورونا تعطلت موانئ الشحن، وبعد أن انفتحت الأسواق نتيجة خفة حدة الجائحة ابتدت الأسواق تعمل، لكن بنفس الوقت كان في هناك طلب هائل مكبوت عند الناس في جميع أنحاء العالم. وهناك تقديرات تقول أن البنوك المركزية في العالم طرحت في الأسواق قرابة 12 تريليون دولار على شكل مساعدات لمواطنيها وعلى شكل مساعدات للشركات من شان الشركات ما تتعطلش وما تفلسش وما تغلقش أبوابها. وبالتالي كان في كتلة نقد هائلة، كتلة فلوس هائلة طرحت في الأسواق وتم تحويشها من قبل المواطنين، لأنه المواطن ما كان عنده خلال فترة الجائحة ما في فرصة يطلع يشم الهواء، يأكل مطاعم، يسافر، يروح سياحة. نعم. بسبب أنه الحركة كانت مقيدة. كانت الكورونا هي الإغلاقات كما نعلم. بعد ما انتهت فترة الكورونا بحدتها ابتدت مكنة الإنتاج العالمي تعمل وابتدت الأسواق تنفتح، وبالتالي المواطن العالمي بدأ يدخل الأسواق
ويطلب السلع ويطلب السفر ويطلب كل شيء، خاصة أنه كان في عنده فلوس تم توزيعها عليه وتم تحويشها معه خلال فترة الكورونا، وبالتالي ارتفع الطلب العالمي أكثر مما كانت مكنة الإنتاج العالمية قادرة على تلبية هذا الطلب، فارتفعت الأسعار. وأنا عايز أقول أنه هذا الارتفاع في الأسعار كان في بداية 21، وكلنا بنتذكر كيف صارت تخلخل سلاسل التوريد في العالم، كيف صارت ارتفاع أسعار الشحن في العالم، صحيح ما فيش حاويات تنقل البضائع، وكل هذه الأسباب كلها بنعرفها، وبالتالي هذا أدى إلى أنه ابتدت الأسعار ترتفع منذ تلك الفترة. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه العالم لم يخرج من السبب الأول، لم يتعافى بعد، صحيح. لم يتعافى من العامل الأول، جاءت تهديدات الحرب الأوكرانية، وإحنا بنعرف أنه تهديدات الحرب الأوكرانية كان في هناك توقعات منذ شهر 8/21 إنها إمتى بدها تصير وكيف بدها تصير وكل هالحكي، حتى حددوه بأنه بمنتصف شباط بالضبط. يعني كان في وبالتالي تقارير، جاءت الحرب. الحرب أيضا صاحبها شيئين، صاحبها حرب عسكرية وحرب اقتصادية. الحربين هذولا أدوا إلى أيضا ارتفاعات سعرية كبيرة جدا نتيجة العقوبات التي فرضت على روسيا، ونتيجة أنه هذه العقوبات هي عقوبات كما نقول دائما هي سلاح ذو حدين، توجع من فرضت عليه وتوجع من فرضها بنفس الوقت. وبالتالي أصبح ما نعرف أزمة الغاز، أزمة النفط، وابتدت الأسعار كلها، المواد الأساسية للمدخلات الصناعية غير الأعلاف غير الشعير غير الذرة غير زيت النخيل، كل المواد الغذائية زائد كل المواد الأساسية اللي بتدخل بمكنة الإنتاج العالمي، فجاءت هذه الارتفاعات السعرية. زائد سبب فرعي من حرب أوكرانيا أن النفط والغاز مدخلين رئيسيين لكل شيء في الحياة، لكل العملية الإنتاجية ولكل الحياة المعيشية لكل مواطن في العالم، فلما ارتفعت أسعار هذول المدخلين بالإضافة إلى الأسعار الأخرى، ارتفعت، رأينا موجة هذه الموجة من ارتفاعات الأسعار التي تجتاح العالم كله بدون استثناء. هذه هي الأسباب الفعلية التي يمكن أن نفسرها علميا واقتصاديا وسياسيا. الآن أخ بسيم، هناك تيارات في عالم الغرب يقولون أن هذه الارتفاعات السعرية، ويحاولوا أن يبيعوا هذه البضاعة لمواطنهم، أن هذه الارتفاعات السعرية هي بسبب أنه روسيا مش عم تسمح للقمح الأوكراني ومش عم تسمح للذرة الأوكرانية. بالأمس كان يتحدث عن 20 مليون طن من القمح، 20 مليون طن ما زالت مخزنة وروسيا تم توريدها. لكن هذا ليس فقط هذا السبب، السبب هو من بدايات 21 هناك مؤشرات وحصلت تؤشر على ارتفاعات سعرية بشكل واضح. جيد، بالذهاب إلى الدكتور عبد الفتاح. دكتور عبد الفتاح، أنت كأمين عام حزب الحياة الأردني لربما لديكم وجهة نظر أخرى أو إضافية، دعنا نقول، على الأسباب التي أشار إليها الأستاذ زيان فيما يتعلق بجائحة كورونا وتداعياتها التي ألقت بظلالها ليس فقط على الأردن بل على العالم أجمع. لم نتنفس من هذه الجائحة ولم يلحق العالم التعافي، حتى دخل العالم وبدأ يشهد الغزو الروسي إلى أوكرانيا، وبدأنا يعني دوامة صراع جديدة تلقي بتبعاتها على العالم أجمع وليس فقط على منطقة بعينها. أنتم كيف ترون أو ما هي قراءتكم لارتفاع الأسعار عالميا كحزبي أنا أتحدث؟ شكرا سيدي. وكما تفضل الأستاذ زيان أنه فعلا كان العالم والمنطقة يعاني من أزمات اقتصادية متتالية، ويعني حتى يعني قضية الكورونا والحرب كان سبقها من ركود اقتصادي وتعاظم في المديونية على مدى 10 أو 15 سنة الماضية. يعني في هناك، وهذا كله كان له انعكاسات على الوضع الاقتصادي. احنا بالنسبة للأردن في فعل تراكمي قبل يعني احنا. لذلك يعني ليست القضية، فجاءت يعني هذه لتزيد الأمور يعني سوءا يعني هذا الوضع العالمي اللي احنا نتحدث عنه. وكما يعني تفضلت وتفضل بأن كان هناك انذار
قبل أكثر من سنة عن الأمن الغذائي العالمي والإقليمي. صحيح. وصار هناك لقاءات نذكر على المستوى السياسي بين قادة دول المنطقة في خصوص هذا الموضوع تحديدا. صحيح. وحتى كان في هناك تصريحات للملك وتوجهات نحو استراتيجية من أجل تحقيق أمن غذائي وطني أيضا. ولذلك وأكليم. يعني الأصل أن يعني دائما الدول بتكون لها استراتيجيات لمواجهة واستقراء للأحداث القادمة. الآن صحيح أنه في هناك ارتفاع في الأسعار، لكن في سعر النفط تحديدا سعر النفط في الأردن هو الأعلى عربيا، ونفس الشيء يعتبر من أعلى الأسعار عالميا. يعني من أين استقيتم معلوماتكم وتأكدتم بأنه فعلا نحن أسعار يعني على مستوى المحروقات في الأردن كبنزين بنوعيه والكاز والغاز؟ وفي سبب، السبب أن هناك ضريبة على المحروقات، وهذه الضريبة للأسف يعني يا ريتها ضريبة مبيعات عادية، هي ضريبة خاصة. نعم. هذه لخزينة الدولة. وهذه لخزينة الدولة، وحسب الأرقام اللي كانت تظهر في موازنة الدولة وتصل إلى ما يتجاوز المليار، مليار ومئتين إلى 300 مليون دينار في السنة. وفي نفس الوقت حرصا من الحكومة على يعني الحفاظ على هذا الرقم، منذ فترة يعني ليست قصيرة اعتبرتها ضريبة مقطوعة، كانت السابق نسبة مئوية. ولذلك عندما ابتدأت أسعار البترول تنخفض سابقا يعني بادرت الحكومة إلى تثبيتها، اللي هي خلال الثلاثة أشهر اللي لا لا قبل سنتين ثلاثة ولا قبل قبل. وبالتالي يعني لما انخفضت الأسعار أصبحت وكأنها تتجاوز 100%، وهذا على مادة أساسية، النفط مادة أساسية. يعني إحنا بنعرف في العرف عندنا إنه الماء والكلاء والنار، نعم، هذه يعني ملكية على الشيوع لكل المواطنين. صحيح. لأنها قضايا أساسية. نعم صحيح. فلما بتيجي في الحقيقة طبعا لما نقول عن النار معناته احنا نتكلم عن المحروقات أو يعني. نعم. فلما بتفرض عليها ضريبة هذا عبء طبيعي، في السابق تحمل المواطن هذا الكلام، الآن الأسعار تضاعفت، وبالتالي لما بدك في هناك لا يزال في هناك الدولة تأخذ حقيقة ضرائب لا تزال مرتفعة. طبيعي احنا أيضا مستهلكين، المستهلك له حقوق، ومن حقوقه كمستهلك وهذه الحقوق على الدولة أن توفرها، أن تلبي احتياجاته الأساسية. ولذلك عندما نتكلم عن احتياجاته الأساسية متعددة، إنما يأتي النفط والمعروقات في مقدمتها، لأنه هي أساس الحركة والحياة. فهو لا يستطيع حقيقة، والكلفتها عليه متعددة. فمن هذا المنطلق ردة الفعل كانت أنه يعني أن ترفع الأسعار. يعني الحكومة في أول شهرين ثلاثة من الحرب، يعني مش حرب بدأت في شهر اثنين، نعم يعني شهر اثنين وشهر ثلاثة وشهر أربعة، يعني ما رفعتش، رفعت خمسة وستة، خمسة وستة نعم صحيح. فلذلك يعني معناته التقديرات إلها أنه هذه الحرب ستستمر إلى ما شاء الله، مش راح تنتهي. ولكن لا يزال حقيقة بالرغم من الرفع اللي صار لا تزال هناك ضريبة تحقق يعني الظالمة أكبر أعلى. يعني كم تأخذ هي من نسبة الضريبة تقريبا؟ هي النسبة هي ثابتة. هلا البعض بيقول إنه تقريبا يعني بتحصل من اللتر من 45 إلى 48 قرش على اللتر الواحد. في 70 قرش أظن بتحصل بعض اللتر. في بعض الأنواع. بعض يعني هلا لذلك يعني خصوصا لما بيكون النفط اللي هو 95. هلا زمان كانت نسبة مئوية. فهي لو نسبة مئوية لكانت الظالمة أكثر لأنه ارتفع النفط الآن. لكن في الفترات انخفاضها كانت ظالمة على المستهلك. وبالرغم من ذلك كونه كان متعود على هذه الأسعار المرتفعة ما كانت ردة فعل عند المستهلك كما حصل الآن. ولذلك كان في واجب في هذه الفترة أنه يعني تتروى الدولة في عملية رفع الأسعار، لأنه فعلا قدرات المواطنين، وأنت قبل شوي أو الأستاذ زواني تحدث أنه يعني نسبة الناس اللي رواتبهم دون 300 دينار ونسبة الناس اللي رواتبهم دون 500 دينار واللي هو هذا لا يكفي، يعني لا يكفي للاحتياجات الأساسية. فبالتالي من يعني من منطلق أن الاحتياجات الأساسية حق على الدولة أن توفرها وضمن قدرات وإمكانيات المستهلك المادية. طيب. فهذا في الحقيقة أدى إلى الاعتراض على قرارات الرابعة الأخيرة، لأنها تمس الأمن الاجتماعي. سأتي على وقفتكم الاحتجاجية التي نفذتموها أنتم والأحزاب، ولكن لما تركت كل شيء وتحدثت فقط عن المحروقات؟ طب ما السلع الأساسية مش
شيء أساسي ومتطلب أساسي أن تسكت جوع هذا المواطن يعني أيضا. ما إحنا إحنا في الحقيقة لا إحنا تحدثنا عن كافة الصناعة. نعم. ولكن أيوة المحروقات هي جاء. قصدي أن نوضح هذه النقطة. إنه هي التي تدخل في كل شيء. يعني حتى لما أتكلم الآن أنا الدجاج على فكرة الدجاج صناعة يسموه صناعة الدواجن. نعم. يعني هي صحيح زراعة بالشق الزراعي لكن أصبحت موكنة في كل شيء. فبالتالي الكهرباء تدخل في كل عمليات التربية والإنتاج. فالكلفة ستزيد. لما نتكلم عن الصناعة النفط يدخل في كل النقل، وبالتالي أنت في الخدمات المنزلية لما بدك الكهرباء والغاز اللي تستعمل، ولذلك هي أثرها يعني والضرر ينتج عنها أكبر من أي سلعة أخرى. زي ما نتكلم مثلا عن اللحوم وعن الحبوب، طبيعي راح يجي لهي القصص يعني. انما سنتحدث يعني لماذا يعني لماذا اهم النفط هو الماده الاساسيه التي تدخل في كل شيء وكلفتها تنعكس على كل مناحي الحياه وليس فقط يعني على سعرها هي، يعني مش بس على البنزين اللي بحطه في السياره، لا هي صحيح. تنعكس طيب على كل مناحي الحياه. خليني اسمع من الاستاذ زيان حتى ما يكون كلامنا فقط مجرد يعني انه مجرد تنظير، هل فعلا الدوله تتقاضى ضريبه مجحفة على المحروقات؟ هل فعلا سعر المحروقات كما يتردد بين الناس وعلى ألسنة بعض الخبراء أيضا بأنه هي الأعلى في المنطقة ولربما الأعلى في العالم أيضا؟ لنكون منصفين، كل دول العالم تفرض ضريبة وضريبة تقريبا مرتفعة على المحروقات ومنتجات النفط. عندنا في الأردن تاريخيا أكبر حصيلتين للإيرادات العامة يتأتوا من ضريبة على سلعتين، المحروقات والسجائر. المحروقات هي ملف الطاقة كاملا، وأنا أدعي وقلت هذا منذ سنوات، ملف الطاقة عندنا في الأردن ملف يتم إدارته بمنتهى الغموض حتى الآن، لغز للهلا. صحيح، ومنذ سنوات أحجية، عبارة عن أحجية فعلا يعني. قدر ولكي أدلل على ذلك، العالم كله يسير باتجاه الطاقة المتجددة، وبلدان العالم كلها بتقدم للناس وبتقدم للشركات وللمواطنين تسهيلات وتحفيزات من شان هم يتوجهوا للطاقة المتجددة. صحيح. عندنا في الأردن تأخرنا بهذا الاتجاه، ما علينا، نسينا أنه تأخرنا في صياغة التشريعات المنظمة للطاقة المتجددة. آخر شيء طرح أنها الحكومة بدها تضع ضريبة على الناس اللي عندهم طاقة متجددة. شوف العالم ماشي باتجاه تحفيز وتشجيع، احنا لا بنعاقب، احنا عمالنا بدنا نعاقب، واللي ادى اللي ادى من هيك ايش اللي ادى من هيك، احنا بدنا نفرض ضريبه على اللي ركب طاقه متجدده بعد ما كنا اقنعناه وبعناه بضاعه انه انت لازم تروح على الطاقه يعني المتجدده، ورطناه بمعنى. نعم ايوه صحيح. وبالتالي انا يعني ضربت هذا المثل لكي ادلل على ان قطاع الطاقه بكل مخرجاته من محروقات يتم ادارته عنا منذ سنوات بمنتهى الغموض بمنتهى الالتباس. الأردن كله يتحدث عن العقود التي تم إبرامها بين الحكومة وبين الشركات، شركات التوزيع وشركات التوليد. صحيح. وهذه عقود لمدة 20 و25 سنة، وثبت أنه الحكومة مضطرة أن تشتري من هذه الشركات كمية معينة من الكهرباء، سواء استعملتها الحكومة أو ما استعملتهاش، استعملتها المملكة الأردنية أو ما استعملتهاش. نعم. وتدفع لها ثمنها، وتم حسبة كلفة هذه الاتفاقيات من هذه الزاوية تقريبا بمبلغ يتراوح سنويا من 180 مليون دينار ل 200 مليون دينار الحكومة بتدفعهم لهذه الشركات نتيجة هذه العقود اللي أبرمتها معهم. حجة الحكومة تقول إنه أنا والله يا عمي عملت الاتفاقيات هاي لأنه أنا ما كنتش عارف إنه كلف إنتاج الطاقة المتجددة مثلا راح تنزل. طب يا عمي أنتوا عندكم وزارات وعندكم هيئات
مستشارين وخبراء ومستشارين وبتجيبوا مستشارين من برا. ما كنتوا شايفين انه هذا الاتجاه اتجاه عالمي لتخفيض كلفه؟ ما كنتوا شايفين انه بلد زي السويد في اقصى شمال اوروبا اخترعوا بطاريات بيطلع بالنهار عندهم ربع ساعة الشمس بخزنوا اللي بتطلعوا بيحفظوها، وهذا من أكثر من 10 سنوات وخمسة عشر سنة. وبالتالي يعني اللي قصدته أنا أنه قطاع الطاقة عنا يتم إدارته بشكل في منتهى الالتباس وفي منتهى عدم الشفافية، وهذا بيتحمل مسؤوليته النهائية المواطن لأنه هو اللي بيدفع للأسف. يعني على سبيل المثال نحن بلد لسوء الحظ حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا نظام نقل عام محترم. النقل هو عبارة عن مستهلك أساسي للطاقة. النقل يتراوح ما بين 30 و 35%. شوف إحنا لسوء الحظ حكوماتنا كيف عالجت موضوع النقل، حتى الآن لسانا منتهجة في الباص السريع صح. والباص البطيء نعم. روح اتفرج على الأردن كله سيارات، الغالبية العظمى منها سيارات خردة يتحمل مسؤوليتها المواطن، بيدفع ثمنها صحيح. ترخيصها، تأمينها، صيانتها، بنزينها واستهلاكها صح. وكل هذا بيمثل عبء كبير على ميزانية الأسرة وميزانية المواطن الأردني. الآن الحكومة لسوء الحظ افتكرت أنه أزمة الطاقة وأزمة المحروقات أزمة برمضان بس، فإجت ثبتت أسعار المحروقات وقالت أنا ما بدي أرفع الكهرباء وما بدي أرفع المحروقات صحيح. الدنيا رمضان والناس أعصابها مش متحملة ودخلنا بهال. يا عمي طب ما عندكم رؤية إنكم تتفرجوا إنه العالم عم بيقول إنه هذه الأزمة أزمة قد تستمر لشهور. ارتفاع الأسعار، أزمة أوكرانيا اللي سببت بشكل أساسي أسعار الطاقة، إنه أزمة ارتفاع الأسعار واللي هي ابتدت قبل أزمة أوكرانيا قد تستمر لسنة وتنتين وثلاثة. وبالتالي الموضوع يا حضرة الحكومة ليست موضوع معالجة سعرية لشهر رمضان فقط نعم. لا غير، ليست مسألة آنية وليست مسألة شهر برمضان صح. بدي الناس أنا ما بدي أضغط عليهم وهذا رأينا بأكثر من نهج لما جت الحكومة وحددت بالنسبة لأسعار الدجاج، حطت سقف سعري خلال فترة رمضان لأنها الناس معلش بدها تأكل والطلب بيزيد وهالحكي. يا عمي الحكاية أبعد من شهر رمضان، بدك تحط خطة يا حكومة كيف تواجه هذه الصدمة السعرية العالمية اللي راح تيجيك سواء رضيت أو مرضيت. طيب هذا باختصار ماذا تريد أن تقول في هذه النقطة تحديدا؟ أنا أريد أن أقول في هذه النقطة أن قطاع الطاقة قطاع الضرائب عندنا عليه عالية جدا. تتفق مع الدكتور عبد الفتاح، العالم بيحط عليه ضرائب لكن والحكومة تتعامل مع هذه الضريبة كما تخدم مصلحتها. بمعنى لما نزل سعر برميل النفط لـ40 و45 شالت الحكومة الضريبة بالنسبة المئوية لأنه صار السعر منخفض فما عادتش توفي معها فراحت حطت الضريبة الثابتة. أيوة. هلأ بستغربش الحكومة مع ارتفاع أسعار النفط إنها تبطل عن الضريبة الثابتة وتحطها نسبة مئوية، لأنه كل ما طلع سعر برميل النفط كل ما زادت عائداتها من الضريبة. أيوة. وبالتالي هي حتى بتستخدم عملية الضريبة على المحروقات فقط لمصلحة إنها هي تجني أكبر الإيرادات من هذه الضريبة، هذا بالإضافة إلى جانب عدم الشفافية والالتباس في إدارة تمام. القطاع كاملة. والحل واحد هو أنه تمد إيدها بجانب اسمح لي أضيف على تفضل المواطن أتفضل لأنه بدي أروح للوقفة تبعتكم لأنه الآن اللي تفضل فيه تاريخيا كانت الحكومة تقدم دعم للطاقة مش رح تحط ضريبة وأنا أذكر ب 2005 لما إجت حكومة الدكتور عدنان بدران بدها تعوم أسعار النفط حتى تتخلص من الدعم الرقم اللي كانت تدعم الحكومة فيه الطاقة 700 مليون كان. الآن نحن نتحدث عن ضرائب تحصل على الطاقة، يعني احنا يعني كانت مشكلة رفع الدعم مشكلة في حينها وإقناع الناس انه يدفعوا أيوة. حق ثمن الطاقة كاملا وكانت أسعارها أقل من هيك بكثير. الآن يعني بعد ما رفع الدعم للأسف بدون علم أحد بلشت تزيد الأسعار وتفرض ضريبة وهذه الضريبة وصلت إلى النسب انه فعلا تجاوز قيمة
ما يدفع سنويا المليار دينار يعني مليار و200 كانك تتكلم عن مليارين الفرق يعني يعني الدوري كانت تدفع 700 الان صارت تاخذ صارت مليار و300 زياده نعم. فهذا في الحقيقه يشعر المواطن بغبن كبير هذا خلاكم بانه تروحوا تنفذوا وقفه او تدعوا الى تنفيذ وقفه ويقال بانه برضه كمان انه يوم الجمعه القادمه راح يكون في هناك وقد يكون في وسط الاسبوع يعني يعني ايضا يعني في عندكم راح يكون خطوات تصعيديه خلينا تصعيديه نعم طيب انت شاركت اليوم بقباله مجمع النقابات في وقفه دعت اليها وانتم مع مجموعه من الاحزاب حزب الحياة الأردني من أجل مطالبة الحكومة بإيجاد حلول والكف عن مد يدها إلى جيب المواطن فيما يتعلق به. ما هي فضيت ما درس فيها. رفع ما لم يبقى شيء صار الجيب مخرومة أصلاً. لذلك رح نذهب نشوف جانب من الفعالية التي نفذت اليوم ونعلق على هذه الوقفة. مشاهدينا نتابع ومن ثم للحديث بقية أيضاً. سمع للأردنية. سمع للأردنية. بدنا نعيش بحرية حكومك لا تتحلل لأزمة الخزينة وللموازنة العامة للدولة إلا جيب المواطن بإرهاقه بمزيد من رفع الأسعار والضرائب العامة التي أصبحت ترهق المواطن وترهق جيبه وأصبح المواطن لا يجد نقطة عيشه ولا يجد طريقا سبيلا وخصوصا أن موجة البطالة والفقر تزداد حتى وصلت في الشباب إلى أكثر من 50% بين الشباب وأكثر من 79% بين النساء والفقر ازداد حتى زاد عن 25% في وفق الأرقام الرسمية يعني ربع السكان من المواطنين تحت خط الفقر ماذا يفعل هؤلاء وماذا تفعل الحكومة حتى نسأل هل هناك حكومة أصلاً ولا نسمع لها ركزة ولا نسمع لها صوتاً ولا نرى إلا قرارات على المواطنين يشكون الفقر والحاجة ولكنهم يغنون عشائرهم وقبائلهم ومن حولهم كانوا يجودون بدمائهم دفاعا عن الوطن ليعيش الشعب كريما وليبقى الوطن حرا وأنتم أيها الإعلاميون لا من تملكون الأقلام والألسنة وقد أغلقت المنابر وكسرت الأقلام عن معظم الوطنيين ما دوركم أين كلمتكم لما تجاملون على حساب الوطن لا تظنون بالله ووالله أنكم جميعا تعيشون أفضل من هؤلاء الذين يقفون هنا لا تشعرون بالسعادة التي يشعرون بها مع الألم لا تظنون أن الملايين أو مئة الآلاف المخزنة أنها تجعلكم فوق الناس جودوا بها جودوا بكلمة الحق واحتفظوا بأموالكم لكن قولوا كلمة الحق يا أصحاب المنابر المتنوعة متى يحتاجكم الوطن متى تلبون نداءه إن لم تلبوا اليوم يلي تكتب بالتقرير يلي تكتب بالتقرير وصل لمعلمك الكبير وصل لمعلمك الكبير اليوم هذه وقفة دعت إليها جميع الأحزاب أو 7 أحزاب أردنية نشطة للتقديم المشروع للشعب الأردني أن هناك القادم سيكون أسوأ إذا لم تتحركوا إذا لم تخرجوا من بيوتكم إذا لم تتعاونوا مع كافة شرائح المجتمع للعمل للضغط على هذه الحكومة من أجل تخفيض هذه الأسعار أو تخفيض الضرائب الآن اليوم مثل ما تفضل الأخوان في اللقاء إنه الضريبة التصاعدية بلغت حوالي 62% على مادة البنزين أين هذا نجد في دول العالم أصبحت الأردن من الدول الأولى في العالم في غلاء المشتقات النفطية والمضحك المبكي تخرج علينا الحكومة اليوم تقول إن أسعار الدجاج في الأردن هي الأقل في الوطن العربي أو في العالم وهذا غير صحيح فأنا على اتصال مع أصدقائي في بعض الدول العربية حيث لا يتجاوز سعر كيلو الدجاج الطازج دولارين أي ما يعادل دينار 40 قرش واليوم الدجاج بدينارين 80 قرش الآن الشعب جاع الرواتب مثل ما هي التضخم زاد بشكل كبير جدا ولهذا السبب يعني لو كان في عندك حكومة لها قراءات ودراسات استراتيجية يجب أن تربط معدل التضخم مع معدل الأسعار
بنتابعنا وإياكم جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نفذت اليوم بمحيط مجمع النقابات احتجاجا على ارتفاع الأسعار. دكتور عبد الفتاح، حتى ما يقول واحد بأنه أنتم مثل اللي بيغني بالطحون، من جانب تطلعوا على شاشات التلفزة وبتحكوا للناس بأنه والله الارتفاع عالمي، ومن جانب آخر بتطالبوا الحكومة بأنه يا عمي ما تمديش إيدك على جيبة المواطن، ما هذا ارتفاع عالمي. إذن ما خص الحكومة في المطالبة بأنه والله تواجه ارتفاع الأسعار؟ ويعني هناك من يسأل بهذه الطريقة، يجد بأن هناك في تناقض. يعني خلينا يعني نوضح هذه الفكرة في قضية الدواجن تحديدا. يعني نعم، أيضا الدواجن هي من المواد الغذائية الأساسية وهي حق للمواطن. نعم، والدولة واجبها أن توفرها وضمن قدراته الاقتصادية. هذا على فكرة وثيقة دولية وتوقع عليها الحكومة الأردنية، وهذه ملزمة وقد يكون لها أحيانا قوة أكثر من الدستور. نعم، فبالتالي الأسعار عندما ارتفعت الدولة قالت بأنه عندها. لا، خلينا نوضح على السادة المشاهدين. نعم، على ماذا موقعة؟ على إيش؟ على حقوق الإنسان، على حقوق المستهلك، أن توفر للمواطنين الغذاء، أن توفر حاجاته الأساسية، ومعروفة ما هي حاجاته. أيوة، الأساسية. نعم، وفي القانون التجارة والصناعة المادة 7 بتحدد الحاجات الأساسية وتعطي صلاحية للوزارة بالتدخل لضبط أسعارها بما فيها تحديد أسعارها. يعني هو الآن بعد ما صرنا إحنا كسوق مفتوح وما فيش تدخل من الدولة في تحديد الأسعار، بقيت هذه المادة موجودة لاستخدامها في الظروف الطارئة كما هذا الظرف. ولذلك هي في رمضان عملت سقف. صحيح، وللأسف أنه هذا تم التراجع عنه وهو خلق المشكلة. والسقف حقيقة كان منصف لو بقي 229 قرش كان لكيلو الدجاج. فالآن الكيلو دجاج من بعد دينارين رجع الآن بعد. بس حتى لما حطت سقوف سعرية أيضا للدجاج اتهمت الحكومة بأنها حابت طرد دون آخر، يعني وضعت لكن سقوف سعرية للدجاج الحي وتركت الدواجن المجمدة إلى ردود فعل من غير أي سقوف. إنما عندما رفعت الحكومة السقف وارتفعت الأسعار بحيث وصلت كما تفضلوا 240 و250 و280، هناك في الحقيقة أصبح في شيء يعني غير مبرر وتجاوز القدرة. يعني بالأول المواطن احترم تدخل الدولة والسقف حتى بالرغم مما تفضلت فيه أنه في بعض الناس يعني ما حصل فيه إشكالية. نعم، والخلل بصراحة اللي حصل أنه هو التراجع عن هذا التدخل واللي هو ملزم إلها بموجب القانون. شايف؟ فالآن احنا طبيعي في نفس الوقت يعني ننظر إلى مصلحة المستهلك، ولكن في نفس الوقت احنا ننظر إلى مصلحة المنتج. الآن في الأردن في عندنا يعني دواجن اكتفاء ذاتي، وفي هناك المنتج محلي، في 10,000 أسرة على الأقل تعيش من خلال هذه الصناعة، وفي استثمارات بأكثر من مليار دينار أردني في هذا المجال. وهذه يعني بسموها صناعة، هي هذه الصناعة لا تتحمل حقيقة إنه الكائنات الحية هاي إنها تعيش لفترة طويلة. يعني إذا بدها تبقى عند المزارع بدها تبقى تأكل، والأكل هذا بدون فائدة يعني ستصبح كلف عليه. وفي هناك حوالي ثلث المربين هم من صغار المزارعين أو المربين، واللي هم هذول عظم مطرد كما يقال. نعم صحيح، لا يحتمل أي سيخرجوا من السوق. نعم، وهذول شكله، والبعض خرج أيضا يعني هذول بشكله على فكرة نسبة كبيرة. يعني إحنا بنعاني من مشكلة بطالة، هل نريد أن نزيد البطالة؟ ولذلك التدخل الرسمي في هذه الأمور مطلوب وملح لهدفين. هدف أولا التخفيف على المواطن بأن لا يكون في هناك رفع أسعار غير مبرر عليه، والشيء الثاني حماية إنتاج وفرص عمل محلية وطنية بحيث ما يصير في عنا لا نزيد الفقر ولا نزيد البطالة ولا ندمر الصناعة والاستثمار المحلي. وهذا حقيقة ممكن أن يتم لأنه حسب القوانين وحماية المستهلك في العالم الأصل أن يجلس الجميع على الطاولة، طرفي العلاقة، المنتجين أو الصناع أو المسوقين والمستهلكين، وتكون الدولة هي الحكم وتناقش الأسعار وتتدخل بوضع سقوف سعرية بحيث تعتمد، وعندها سيصبح رضا حتى لو ارتفع السعر. جيد، ولكن سيصبح رضا وقبول من المواطن. تعتقد بأن هذا الدولة هذا يتناسب قادرة على لعب هذا الدور؟ كانت تعمله ولا ترغب؟ كانت تعمله. طيب يعني شو مصلحتها؟ يعني أنا عملت. طب شو مصلحتها أنا ما تقدم حلول في هذا المجال؟ يعني هو الآن للأسف إنه في قوة في قوة ضاغطة، والآن أصحاب رأس المال قادرين على الضغط على الدولة أكثر من المواطن البسيط العادي. ف يعني
التراجع عن هو تحديد السقف السعري كان هو أكيد بنتيجة الضغوط، وهو سبق حقيقة انقطاع للدواجن، وهذا الانقطاع مين اللي عمله؟ عمله منتجين، خصوصا الشركات الكبيرة. يعني هذا كان فرك الدان للحكومة، فرك الدان للحكومة، فلذلك اجت طبيعي. هي لما قطع كان فرك الدان للحكومة، هم استعملوا وسيلة ضغط على الحكومة بأنهم قطعوا الدواجن، وكان المواطن ما ينزل ما يلاقي دجاج. يعني كلنا بنعرف هذا الحكي. بس شو هالحكومة اللي بتلعب فيها مجموعة من التجار؟ أنا نزلت وأنتم نزلتوا، هذه معلومات ولا تحليل؟ كنا نشوف الأرفف خالية. طيب لا، معلومات ولا تحليل؟ لا هذه تحليل. 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 مش معلومات. مش لا يعني. لأنه بدي أحكي شو هالدولة اللي بتف يعني مجموعة يعني مجموعة التجار والله بتتحكم فيها. أنا كمواطن شاهدت بأنه كان في هناك سقف سعري، وكان ينطرح الدجاج بكميات وافرة وبسعر 229 كلنا نشتري قبل أن ينفيه، فجأة اختفى حتى 229 وتبعوا فورا قرار رفع يعني ما هو التحليل اللي للحديث بقية. نحن سنذهب الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. ابقوا معنا أنتم مشاهدينا أيضا، سنكمل هذا الحوار بعد هذا الفصل، لا تبتعدوا. سعدتم أوقاتا من جديد من هذه الحلقة من برنامج استوديو اليرموك، والتي نتابع فيها أو نناقش فيها تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا على الأردن. من جديد أرحب في هذه الحلقة بضيفي أمين عام حزب الحياة الأردني الدكتور عبد الفتاح الكيلاني، من جديد مرحبا بك دكتور، وأيضا الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ زيان زواني. مساء الخير أستاذ زيان. من جديد. وأستاذ زيان، يعني هناك تساؤل فيما يتعلق بالتأثير المتوقع على مستويات الفقر، ومن هم الأشد تضررا، ونحن نعلم بأن ارتفاع أسعار الغذاء دائما بفيد المنتجين، منتجين الغذاء وأصحاب هذه الصناعات هم مستفيدون من ارتفاع الأسعار، وأنه يؤثر سلبا على المستهلكين، ولكن الفقراء أين هم من هذه المعادلة؟ مستوى التأثير، مستوى التأثير على الفقراء، ومن هم الأشد تضررا؟ لأنه الأرقام التي نسمعها والتقارير التي تأتينا عبر شاشات التلفزة حتى من وكالة أنباء العالمية تقول بأنه القادم أسوأ، والعالم إيديها على قلوبها للأمانة. إحنا ما بدنا نخوف بقدر ما بدنا نقرأ الواقع بموضوعية ومن غير تزييف فقط. يعني انسجاماً مع طلبك أنه ما بدنا نخوف، أيوة، لكن نحن نريد أن نقرأ الواقع بمنتهى الموضوعية. نعم. لكي نستعد لذلك. نعم، هذا ما نقصد. حكومة وشعب. نعم. وهون بشكل سريع أقول جواب على سؤالك، وأريد أن أعود لموضوع الحكومة ودورها. الطبقات الفقيرة بالتأكيد هي أكثر الطبقات التي تتأثر بهذه الارتفاعات، وهذا الطبقات مش بس موجودة عنا في الأردن، موجودة في كل مكان في العالم، بلدان كثيرة في العالم، من أغنى البلدان من ألمانيا لبريطانيا. بريطانيا رصدت 18 مليار جنيه استرليني لمعالجة ارتفاعات الأسعار. ألمانيا خفضت الضرائب على كثير من المواد. وبالتالي الفقراء عنا في الأردن والفقراء في كل مكان هم اللي بيتأثروا بشكل أساسي بعملية ارتفاع الأسعار، واللي هم دخولهم ضعيفة أصلاً، زي ما كنا شفنا بالتقرير تبعكم أنه نحن دخول مواطن أصلاً ضعيف، يعني أغلب الشعب الأردني دخله ضعيف، إحنا يمكن تقريباً طبقة وسطى ما في ما بقى عندنا، صح؟ وبالتالي الناس كلها راح تتأثر بهذه الارتفاعات. هذا من جانب. من جانب آخر كثير بيهمني عملية عملية إدارة الاقتصاد كاقتصاد. ما بدنا ننسى أنه وزارة الصناعة والتجارة اسمها وزارة الصناعة والتجارة والتموين. صحيح. تاريخياً كان عندنا وزارة التموين، تم إلغائها ودمج هذا العنوان بوزارة الصناعة والتجارة، وبالتالي مسؤوليتها ما زالت قائمة. فالحكومة مسؤولة والحكومة صاحبة القرار. الآن عملية التردد زي ما شفنا في موضوع الدجاج، حط سقوف سعرية بعدين رد ارفعها، أربكة السوق. أربكة السوق بكل فعالياته ومكوناته. نعم. مواطن
ومنتج. وبالتالي هذا التردد، عدم وجود الخطة الأساسية لدى الحكومة كيف تعالج هذا الموضوع، له انعكاسات في منتهى السلبية على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية كلها. وأنا عايز أرجع لموضوع الدجاج اللي تفضلت فيه من شوي. الدجاج عنا تاريخيا عنا اكتفاء ذاتي فيه، صحيح، والدجاج عنا في خلال فترة الكورونا ستر وجه الأردن بشكل واضح تماما، هو وكثير من الصناعات المحلية الغذائية. نعم. وشفنا كيف أنه لم ينقطع مادة معينة من عندنا من الأردن طول فترة الإغلاقات، صحيح، وهذا شيء بنعتز فيه. ومن هون طلعت أفكار جديدة، فكرة الاكتفاء الذاتي وفكرة الأمن الغذائي. صناعة الدواجن عنا في الأردن تمثل أحد جوانب الأمن الغذائي عنا في الأردن واللي بنعتز فيها. هلأ ارتباك الحكومة كما رأينا ما بين سقوف سعرية وما بين شيلة سقوف سعرية هي عبارة عن ارتباك واضح. الأساس في الموضوع يا عمي تعالوا، الأعلاف طلعت ولا ما طلعت؟ الأعلاف طلعت أسعارها، ارتفعت أسعارها، نعم، وبالتالي المنتج ارتفعت عليه الكلف. هذا من جانب. الكلف هي أصلا مرتفعة على المنتج عنا، سواء كنا نتحدث عن كهرباء أو غير كهرباء. نعم. خلال فترة الشهرين أيضا ارتفعت أسعار المحروقات، وبالتالي عملية النقل تأثرت، لأنه هذا بيحمل لك الدجاج وبودي لك إياه بثلاجاته وبيوزعه، صحيح، وبالتالي صار في ارتفاع كلف طارئ نتيجة ما يجتاح العالم من ارتفاعات سعرية. هلأ دور الحكومة إنها ما تضلها مترددة والعفو واقفة على الرصيف تتفرج، ساعة تقول بدي أحط أنا سقوف سعرية، ساعة تقول أنا بديش حلول ترقيعية. وهذا شفنا الارتباك كيف صار في جمعية حماية المستهلك، كيف صار في عملية مقاطعة، صحيح، مقاطعة حق للمواطن وحق للشعوب وين ما كانت. لكن يا حكومة، بس حتى في تساؤل، حتى في تساؤل، يعني جمعية حماية المستهلك شافت ارتفاع الدجاج وما شافت ارتفاع المحروقات، دعت لمقاطعة الدجاج وما دعت الناس لمقاطعة المحروقات. عشان هيك أنا بقول، يعني حتى في هاي المسألة في خيار وفكوس. الحكومة دورها هي الأساس، الحكومة هي صاحبة القرار وهي المسؤولة، عليها أن تبادر لحل هذه الإشكالية فعليا. تملك شيء فعليا؟ طبعا. العفو، اقترحنا منذ فترة ومنذ أكثر من سنة على الحكومة أن تشكل خلية أزمة. الأزمة الآن زاحف عنا، وأنا لا أريد مرة ثانية، لا أريد عملية المبالغة أو التهويل، لكن ما يجري في العالم يؤشر إلى أن ارتفاعات سعرية قادمة، وهذه الارتفاعات ليست لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر، بل قد تدوم لفترة سنوات قادمة. نعم. وبالتالي على الحكومة، كنا اقترحنا أن تشكل خلية أزمة من أطراف المعادلة كاملة، من المواطنين، من المنتجين، من الموزعين، وموجودة. نعم. من الذي اقترح تحديدا ولمن قدم الاقتراح؟ الاقتراح كتبته أنا بأكثر من مقال. جميل. ونشر بأكثر من موقع إلكتروني. جميل. هلأ دور الحكومة أنه هي مسؤولة وهي صاحبة القرار، ولا تستطيع أن تبقى على الحيادية الموجودة حاليا، كما لأنها هي ريتها حيادية حتى هي متفرجة فقط، كما أنها لا تستطيع أن تبقى متفرجة، كما أنها لا تستطيع أن تبقى مرتبكة زي ما شفنا بالسقوف الأسعار، وزي ما شفنا بالطاقة لما وقفت خلال فترة شهر رمضان ما رفعتهاش، بعدين بلشت بعدين ترفعها. يا عمي اقعدوا مع بعض، بحيث أنا بجاوب على سؤال سئلته سابقا، ما العمل؟ أنا أدرك تماما أن الحكومة لا تملك المال مثل الحكومة البريطانية، وأن الحكومة الأردنية لا تملك المال مثل الحكومة الألمانية، صحيح، أدرك ذلك، وأدرك أنه نحن يالله الحكومة زي ما منقول بسواليفنا الشعبية، يالله الحكومة تسكر التزاماتها. الحكومة عليها مليار آخر الشهر هذا بدها تسدده، من أسبوع 10 أيام اقترضت من السوق المحلي 300 مليون دولار حوشتهم من شان تسد القرض القادم بنهاية الشهر. صحيح. وبالتالي نحن ندرك أنه إمكانيات الحكومة المالية عاجزة، ندرك ذلك ونعلم.
طب إذا كان هيك، إذا الحكومة كانت مخنوقة ماديا، يعني غير قادرة على الذهاب إلى الاقتراض الخارجي الآن لأنه وصلت حدها، مدت إيدها للضمان الاجتماعي وأنت بتعرف هذا الشيء، وصارت تقترض من أيضا من مصادر أخرى، 300 مليون من وين اقترضتهم؟ من السوق المحلي، من البنوك المحلية. من البنوك المحلية من 10 أيام هذا الحكي. طب إذا الحكومة مخنوقة شو فيها تعمل؟ وبالتالي شو فيها تعمل؟ أيوة. وبالتالي أنا ما بطالب الحكومة تساوي زي الحكومة البريطانية يا بسيم زي ما قلت. نعم. ولا بطالبها أنها تساوي زي الحكومة البريطانية الحكومة الألمانية، ولا بطالبها زي الحكومات الغنية. أنا بطالبها إنه تحضر الأطراف المعنيين، أطراف المعادلة الاقتصادية. جميل. منتجين ومستهلكين وتجار وتكون هي الحكم بينهم، بحيث وأنا أتمنى على دولة رئيس الوزراء أن يصل هذا الكلام بحيث الحكومة عند الحكومة تستطيع أن تحدد كلفة الأعلاف قديش زادت، لأنه عندها البيانات الجمركية وتستطيع دائرة الجمارك أن تصل إلى ذلك. صحيح. وبالتالي هي تعلم ذلك. الحكومة عندها قدرة تعرف قديش كلفة الإنتاج ل مربي الدواجن، وبجيب هذا كقطاع احنا شفناه، وبالتالي تستطيع ان تعرف ذلك. عند الحكومة تعلم قد ايه كلف التجار الموزعين، تمام، وبالتالي هي تعلم كل ذلك لانها عندها البيانات اذا ارادت ان تتحمل مسؤولياتها. نعم. وبالتالي تكون النتيجة انه الحكومة بتنزل شوية من الضرائب، الصناعي نتكلم عن الدواجن، نعم، منتج الدواجن وبالذات الكبار، احنا عندنا 3-4 شركات كبار، البقايا سكر قليل 4-5 التانيين، وعندنا عدد كبير جدا من مربي الدواجن الصغار واللي هم هذولا يمكن متضررين، امكانياتهم هشه جدا. نعم صح. مع ارتفاع الاعلاف قد يخرجوا من السوق. صحيح. وهنا انا لذلك اتكلم عن اداره الاقتصاد. انا ما بدي قطاع الانتاج الصناعات الغذائيه الخاصه بالدجاج ان يتم تدميره. نعم. ما بين حمايه المستهلك وقاطع الدجاج، وما بين الحكومه بتحط سقوف سعريه وتضيع الطاسه ما بين الطرفين، المواطن خسران، المنتج خسران، الحكومه خسرانه، الاقتصاد خسران. صحيح. وبالتالي زي ما بنقول نحن انه الحلول اللي الحكومه اخذتها وهي تتفرج او وهي واقفه على الرصيف وبتضرب جمعيه حمايه المستهلك مع المنتج ومع الموزع ومع الكل خسران من ذلك. طيب اذا تخفيض الضريبه، بتخفض الضريبه من عندها شوي، تمام، تطلب من الصناعي ان يخفض هامش ربحه شوي، تطلب من الموزع والتاجر ان يخفض من هامش ربحه شوي، وتطلب من ايضا المواطن ان يتحمل شوي المستهلك. وبالتالي كما نقول بامثلتنا الشعبيه، لما بتحمل لما بتوزع الحمل بنشال. جميل. وبالتالي اضافه لذلك تضع الحكومه بمثل هذا الاجراء الذي نقترحه هنا الان اليه تكافل اجتماعي لمواجهه هذه الصدمه الخارجيه التي نعلم جميعا انها صدمه ناتجه عن امور لا نستطيع إحنا كأردن ولا كحكومة أن نتحكم بها خارج عن إرادتنا، لأنه هي صراع بين اللاعبين الكبار في العالم. فن إدارة الحكم. نعم. طب كيف نتصرف؟ هذا السؤال. نظل نتفرج. هذا السؤال. وبالتالي كيف نتصرف؟ صحيح. طرحت لك الحل يا بسيط. صحيح. وأنا بعني بخلية الأزمة أن تكون خلية الأزمة هاي خلية دائمة. ولا أتكلم فقط عن الدجاج، أنا أتكلم عن الدجاج كقطاع. نعم. وبالتالي تستطيع هذه القطاعات كلها أنها تقعد معها، وبحيث أنه بالنتيجة هذه التوزيعة بحيث أنه الكل يطلع ربحان. تمام. في مبدأ رابح رابح. تمام. وهذا ما نسعى إليه، ولأنه هذه الأزمة ليست أزمة أسبوع وليست أزمة شهر، وبالتالي على الحكومة أن تتحرك. صح. وبسرعة، حتى لا نعلم بأنه شو ممكن في قادم الأيام أزمات أيضا تتولد عن هذه الأزمات التي نعيشها في الوقت الراهن. قبل ما أذهب لك دكتور عبد الفتاح، نحن نزلت قناة اليرموك إلى الشارع وسألت شريحة من المواطنين أنه كيف أثرت ارتفاع الأسعار عليهم، وإذا كان بمقدورهم أيضا تغيير سلوكهم في الإنفاق والشراء في ظل هذه الأزمات والظروف التي نعانيها نحن والعالم أجمع أيضا. نستمع ومن ثم نعود للدكتور عبد الفتاح للتعليق على هذا الاستطلاع. أسعار السلع بالسوق صحيح مرتفعة بالنسبة لدخل المواطن، وفي ارتفاع مستمر،
ويعني تعادل نسبة التضخم أصبحت عند المواطن على بالنسبة لمستوى دخله عالية جدا. أحيانا الواحد صار يضطر يستدين، أحيانا الواحد صار يضطر أنه يعني يرجع لمصدر دخل آخر، أو حتى عملية يعني تقليل المشتريات أو تقليص أو تقشف فيها شوي. أنا كما معي سيارة والسلع وكل شيء إطار والغلي، يعني الأوضاع تكركبت بزيادة فوق ما هي كركبت بزيادة. فالمواطن معوش حيل حتى الدجاج، هي بالنسبة للدجاج وغلوا الدجاج، فش حد بطل ياكل دجاج أصلا من قبل بأكل الدجاج، ما بالك هسه مع أسعار لما طلعت والبنزين غلي وكل شيء. يعني الله يعين المواطنين، وأكثر من هيك شو بدي أقول لك، الله يعين المواطنين يعني ويكون بعونهم. مرتفعة جدا، الوضع لا يحتمل في الوقت الحالي بصراحة. يعني بديش أقول لك 70% و80%، يعني أقل شيء 80% أثرت علينا بكل شيء، من مواد تموينية، من زيوت، من دجاج، من كل شيء. ما في شيء إذا ارتفع يعني بالنسبة لهم ينزل، ما في شيء إلا كله بارتفاع. طبعا إحنا عشان إحنا رواتبنا متدنية، إلا يكون علينا زي ما بيقولوها إحنا ما عندنا اكتفاء ذاتي، لأنه إحنا بلا ماخذة يعني إحنا القطاع الخاص بالذات بيجي هم بحملونا إنه القطاع الخاص بأخذ رواتب عالية، بالعكس في إحنا عندنا القطاع الخاص ما همش يدوب يغطوا مصاريفهم. يعني الرواتب هي هو الشيء زاد، يعني ما بقدرش يتحمل الواحد أكثر من هيك. إذن تابعنا وإياكم هذه الشريحة من المواطنين الأردنيين، الكل بيشكي دكتور عبد الفتاح، والكل خايف حقيقة وما بقى في الجيب شيء أصلا. يعني هو حتى أنه يعني المواطن قبل ما ينتهي الشهر أو نص الشهر يمكن هو بيكون لنهاية الشهر بيكمله مديون. السؤال هون، إحنا تحدثنا عن دور الحكومة وقال الدكتور زيان بأنه تخفضها مش أو تخفض الضريبة، الصناعيين التجار أصحاب القطاعات أيضا الإنتاجية يخفضوا هامش الربح والمواطن يرشد الاستهلاك. أنتم اليوم خرجتم رفعتم الصوت طلبتم الحكومة بأن تتوقف عن زيادة أو سياسة زيادة ارتفاع الأسعار، واضحة الأمور بين طرفين المعادلة. أنتم كأحزاب ماذا فعلتم؟ يعني الناس تتساءل بأنه هالأحزاب تطلع ترفع هالشعارات وبترددها وهتافات وكل واحد بيروح على بيته، شو استفدنا بالله؟ شوف. أنتم هل لديكم أي رؤية اقتصادية؟ هل لديكم حلول تقدم أكيد. ممكن أكيد. للحكومة من أجل أنه أكيد. يعني هو دائما تتهم الأحزاب بأنها تنتقد تعارض ولا تقدم برامج، لذلك أنا قلت ولذلك هذا الكلام للأسف أنه هو في الحقيقة يعني اتهام غير حقيقي. مش بالعكس، الأحزاب قدمت الكثير ولكن أين الأذان الصاغية؟ يعني احنا في 2017 عملنا ملتقى وطني اقتصادي دعينا له الاحزاب والنقابات وغرف الصناعه وغرف التجاره في سبيل الخروج من الوضع اللي قبل الكورونا وقبل الحرب الاوكرانيه الروسيه موجود اصلا. وكان في الحقيقه شارك مجموعه من الخبراء الاقتصاديين، ولم نختار يعني خبراء من لون واحد او من اتجاه واحد. تعرف الاقتصاد زي ما بعرف الأستاذ هو له مدارس، في له اتجاه رأسمالي وفي اشتراكي، فكان من بين الحضور حقيقة من كل هذه بما فيهم أحد خبراء البنك الدولي اللي الناس بتنتقده. نعم. وخرجنا حقيقة في وثيقة وقدمناها للدولة، وطلب يومها أنه يبعثنا كتاب رسمي مع دولة رئيس الوزراء. كلف وزير الصناعة من كان في 2017؟ كان دولة الملقي. دكتور كلف وزير الصناعة والتجارة وما إجاش، أرسلناها لم يقرأها أحد. وعندما جاءت حكومة الرزاز التقى في الأحزاب وفي أول لقاء له قبل التشكيل حتى قدمنا له الوثيقة مرة أخرى. نعم. وأخذها كان على يمينه وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، ووعدونا بأنهم سيجلسوا. ما اسمه؟ اللي هو معروف اللي كان طول الفترة المهندس موسى المعايطة. موسى المعايطة. ووعدونا بأنهم سيجلسوا معنا لمناقشة هذه الورقة، ولم منها لم يتم شيء. هذا ضرب مطلقا بويس. مطلقا أبدا. يعني الان يعني حتى في هذه القصه ما تفضل فيه الاستاذ زيان اقترحناه. انا كان اللقاء قبل اسبوع على رؤيه وحكيت نفس الحكي كما تكلم. نعم. طلبت الدوله انه هي تمارس دورها
هي صاحبة الولاية وأنه تجمع طرفي العلاقة لبحث كل الأمور. الآن في موضوع الضريبة اللي تفضل فيه الأستاذ، الضريبة عندنا في هناك اختلال كبير فيها، والبنك الدولي وصندوق ينتقدوا الضريبة عندنا. ضريبة عندنا 70% منها جاية من الضريبة غير المباشرة، بس بحكي لك الحكومة بتنفذ مطالب البنك الدولي. لا لا أبدا، أنا واثق، أنا سمعت من نفس خبراءهم بقول لك إحنا بالعكس نطالبهم في التصويب، تصويب الضريبة. الضريبة المباشرة هي العادلة، هي التي يجب أن يكون لها دور كبير لأن الضريبة غير المباشرة هي فلات، بتكلف هي بتساوي بين الغني والفقير، كله بيدفع نفس النسبة. يعني هلا البنزين اللي باخذ معونة وطنية والمليونير بيدفع نفس. طيب انت وصلتوا يعني لقناعة بانه الحكومة اذن من طين واذن من عجين، قررتوا تنزلوا للشارع لصالح الحكومة ولصالح البلد. قررتوا تنزلوا للشارع، يعني ما هو احدى يعني هي بيقول لك وسائل ضغط. يعني انت لست في السلطة، ولغاية الان احنا بنتأمل انه التشريعات الجديدة انها توصل الاحزاب للسلطة. ولذلك اللي بده يسأل الاحزاب ماذا فعلت الأحزاب، ليست في السلطة، لا لم تكن في يوم الأيام في السلطة، وإحنا نقدم نصائح، هذا الوطن بهمنا وغيرانين عليه. ولذلك يعني إعادة النظر في الضرائب بشكل عام، أن هذا الخلل اللي موجود في النظام الضريبي الأردني، أن تبقى الضريبة غير المباشرة هي الغالبة، 70% من الضرائب تحصل من الضريبة المبيعات، من الضريبة غير المباشرة. طيب 30%. طيب هذا سيوزع الحمل والعبء، وستستطيع الحكومة هذه الساعة إنها تخفض السعر. شايف؟ بالإضافة أنه هناك قضايا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. الحديث عن الأمن الغذائي، وأنا سعدت مبارح سمعت في الأخبار أنه في اتفاق أردني إماراتي مصري لزرع القمح، زراعة الشعير ولا هذا. وبرضه وشفت قرار قبل هيك، أو مش قرار، خبر أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الجناح الاستثماري تبعها مباشر في مشروع في المناطق الجنوبية 30,000 دنم بري وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، صحيح، وزرعوا 8,000 كبداية. حقيقة الآن في شيء إيجابي أنه في عندنا مخزون بكفينا 12 شهر. لو إذا في هناك أرادة نستطيع خلال 12 شهر أنه ننتج حاجتنا. لكن إحنا ما بدناش أنه هذه المشاريع اللي يتم التحديث عنها تلحق الباص السريع يصير على نفس الغابة. طيب إذا ما كان البعض يعني بتساءل، طبعا مش بالضرورة بس هاي تساؤلات يعني بتخطر على بال كل مواطن، إذا ما كان الأمر بحسب من يتحدث بأنه والله هي تصفية حسابات بين اللاعبين الكبار في العالم أجمع من أجل أنه والله السيطرة، من الذي ستكون له الغلبة؟ لدينا حلول داخلية. ماذا نملك نحن؟ لدينا حلول داخلية. نحن لا نستطيع اللعب مع الكبار. نحن قادرين على فكرة، قادرين أن نوفر اكتفاء ذاتي في الحبوب سواء كان في القمح أو في الأعلاف. طيب ما إحنا بدنا حل، بدنا حل سريع الآن. حل إحنا سريع. 85% من غذائنا من الخارج. يا سيدي في أساسيات. يعني الآن إذا كان لما نقص الجاج صارت المشاكل بهذا الشكل. بكرة بعد 12 شهر مين بضمن إنه هذه الأزمة لا تستمر؟ إحنا ما بنخوف الناس. لكن إذا ما لقيناش قمح بكرة. ما هو مبين إنه في ما في أفق إلى الآن. وبالتالي أليس هذا سبب مباشر للعمل؟ وفي في المنطقة دول سبقتنا، العراق لما صار الغزو على الكويت وحصرت في خلال فترة بسيطة، كانت العراق تستورد احتياجاتها من القمع كاملة، في خلال فترة بسيطة صاروا عملوا اكتفاء ذاتي. السلطة الدولة عندها إمكانيات وعندها قدرات، عندها تشريعات وتستطيع الآن. والآن احنا على فكرة تحت حكم قانون دفاع، يعني تستطيع انه تسخروا بالرغم انه التشريعات السلمية العادية كفيلة لأنها توفر للدولة إمكانية، والمال موجود ترى. يعني المال زي ما بدأ المشروع هذا، المشروع اللي هو بدأ الضمان الاجتماعي لمال الشعب أن يوجه لهذه المشاريع بدل المشاريع اللي صارت سابقا وخسرت، وفي سبيل أن يوفر لنا المواد الغذائية. على فكرة القمح هو سلاح الآن، في كثير من الدول كانوا تصف باخرة القمح أمام الميناء وما تنزلش إلا بعد إملاء شروط من دول مهيمنة. جيوش يا دكتور عبد الفتاح هزمتها حبة جداً. القمح لما جاعت الجيوش ولم تجد حبة القمح هزمت في ساحات القتال. ولكن أستاذ زيان يعني يبدو أن دول العالم اليوم هي أفضل استعدادا للأزمات من الأردن والحكومة الأردنية، ويبدو أنه إحنا استعدادنا يعني مياتنا دبس خلينا نحكي بالمثل. كيف للأردن أن يعزز أمنه الغذائي ونحن سمعنا عن اتفاقيات وعن مشاريع في ظل تحديات؟ طيب إحنا إذا بدنا نقول زراعة ما في مي نشرب، كيف بدنا نزرع يا جماعة؟
يعني ما بدنا نسوي البحر طحينة برضو يا سيد الفاضل. هيك بيحكوا لنا في مي على فكرة في الجنوب، في مي السعودية عملت اكتفاء ذاتي في فترة من الفترات من القمح وكنا نستورد منها. جميل. قبل أن تمنع. خلينا. أخي بسيم. تفضل أستاذي. أنا رجال عندي شوية أفكار بحكيها من أكثر من 15 سنة. الأردن لديه الموارد ليعيش بلد محترم. مكتفي؟ ما في بلد مكتفي في العالم، لكن ليعيش بلد محترم. ما تنقصنا إدارة هذه الموارد. ما هي؟ وبالتالي أنت بتسألني أنت بتسألني من وين نجيب من يدير؟ منين؟ مع إنه يا أخي كلها خبرات وكلها خريجين هارفارد. أنا بدي أرجع لموضوع الاكتفاء الذاتي وقطاع الزراعة والزراعة، وما بدي أدخل بالطاقة وما بدي أدخل بالنقل وبالقطاعات كلها اللي هي أصبحت قطاعات عنا في منتهى الضعف. قطاع الزراعة مش بس خلال السنوات الأخيرة طلع لنا موضوع الاكتفاء الذاتي وعملية تكامل القطاع الزراعي مع الصناعات الغذائية، منذ سنوات هذا الحكي موجود. تمام. ونحن في عندنا قطاعات ما شاء الله عنها. وبالتالي انت لما بتيجي بتقول لي انه احنا عملنا اتفاقية مع الامارات واتفاقية مع مصر، واحنا نحن بحاجة الى علاج الصدمة الخارجية التي تأتينا الان بشكل متدرج وسريع. انا مش بحاجة استنى الاتفاقيات حتى توقع، انا مش بحاجة استنى زي ما احنا من حوالي 4 سنوات عملنا اتفاقيات مع العراق وبدهم مدوا انبوب النفط من البصرة للعقبة وبالتالي أنا عايز الحكومة تأخذ إجراءاتها الداخلية اللي هي تستطيع كل إجراءاتها كل قراراتها من عندها من الداخل. هذا ما أقصد. يا أخي الكريم، دائما بضرب مثل عندما أقول أننا نستطيع. من 40 سنة التفتاف، بتعرف شو التفتاف؟ التفتاف اللي هو المواسير الرفيعة اللي هي من 40 سنة المي بالتنقيط دخلت بالزراعة واعتبرت بهديك الأيام هاي تكنيك جديد أجا وفر المي. هذا من 40 سنة، الآن هذا متداول جدا ومن 40 سنة. الآن القطاع الزراعي في العالم كله بالعالم اللي بيحترم نفسه هو قطاع تكنولوجي، لم يعد يقول لك أنا ما عندي مي وما عنديش مي وعندي أسمدة وما عنديش أسمدة. صحيح. في تربة صناعية، في بذور تتحمل أقل القليل من الماء، من المياه، في تكنولوجيا بتوفرك الماء بشكل بسيط جدا حتى إنها تعطيك التربة هاي وتعطيك الأشتال هاي. إحنا عنا الأرض اللي موجودة عنا، المشروع اللي إحنا عملته الضمان الاجتماعي وبتقول أتمنى له النجاح. طب هذا شو اللي كان بينقصنا انه نعمل هذا المشروع زيه مشاريع في كل الاراضي المملوكه للدوله في الشمال وفي الجنوب؟ طيب خلينا اسال، خلينا اسال شو اللي في هذه النقطه. اذا كان هناك قرار والله بانه الاردن ما يكون مستقل غذائيا، شو بدنا نعمل؟ ها، قرار من مين؟ والله من قوى خارجيه يا سيد الفاضل. خلينا احكي لك شو صار. قرار من مين يعني الا بالقلم نشرح يعني يا بسيم. يا بسيم نحن ندرك تماما أننا ليست دولة عظمى، وندرك تماما محددات وجودنا وكل إطارنا الإقليمي والعالمي، ندرك ذلك تماما، وهذا جزء من نقاط ضعفنا ونقاط قوتنا. لكن هناك في مساحة واسعة داخلية تستطيع حكوماتنا أن تلعب بها وتتخذ قراراتها فيها. كيف يا أخي؟ كيف أنا اكتفيت ذاتياً بصناعة الدواجن؟ سؤال بدي أسألك إياه. حدا قال لي لا تعمل دواجن؟ حدا أجا قال لشركة، ما بدي أذكر أسماء الشركتين الثلاثة الأربعة تاعينا من شان ما يقال هذا أفضل. نعم. حدا قال للشركات هاي لا تعملوا دجاج عندكم؟ حدا حكى لمربي الدجاج الصغار لا تربوا دجاج عندكم؟ حدا حكى للنتافات ما حدا يجي يأخذ نتافات لإنها ولإنها ولإنها؟ نحن ندرك ذلك، وندرك أن هناك في محدودية لصناعة القرار الأردني. ماشي، لكن هناك مساحة أستطيع أن أعلم أن الحكومة تتخذ فيها إجراءاتها بدون ما حدا يضغط عليها وبدون ما حدا يفرض عليها. قضية أنه الأردن بده، عندنا مقولة أنه ما فيش مي. طب لكم يا عمي طنيب الله، أنا ما في تكنولوجيا توفر مي؟ كيف بيزرعوا بالصحراء؟
ببلدان كثيرة في العالم. ما هي الكيان المحتل؟ تكنولوجيا. ما في عندي أراضي موجودة وعلمها لدول أفريقيا، الآن صارت في دول منتهى البساطة وقادرة على أنه تنتج غذائها. وبالتالي نحن مقولة أنه إحنا ما عندناش مي، أو إحنا ما بنقدرش نزرع، أو إحنا كلفة الزراعة عنا عالية، أو إحنا مفروض علينا أن نكون هيك، أنا بعتقد كلها. تذكروا زمان لما كانت البطالة عنا والحكومات تدعي أنه المواطن الأردني ما بده يشتغل لأنه ثقافة العيب. ثقافة العيب، نعم صحيح. وباعتنا بالضاعة ثقافة العيب عشرات السنين. أيوة. المواطن الآن يتوسط ليعمل عامل وطن في الأمانة. بس مشان الله شغلني. أيوة. وبالتالي هاي مقولات كلها مقولات لا تستند إلى أساس في إدارة الشأن العام. لا تستطيع أن تبقي الأردن مرتبط بهيك مقولات. طيب. لا تستند إلى أي أساس. أعطيني في 30 ثانية خلاصة فقط، لأنه بدي أختم مع الدكتور عبد الفتاح. الأردن لديه من الموارد ما يؤهل أن يعيش بلد محترم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا، لكننا نفتقد للإرادة. جميل. والإدارة لهذه الموارد. دكتور عبد الفتاح، نختم في 30 ثانية رسالة للمواطن الأردني، لأنه يجب عليه أن يتحمل جانب من المسؤولية فيما يتعلق بسلوكه واستهلاكه. ابتداء المواطن الأردني للأسف مستهلك على الآخر يعني، وبالتالي هو مش بحاجة لنصيحة. أنت شفت الفيديو اللي بثيتوه، لكن في نفس الوقت في ظل هذه الظروف احنا بنتمنى على المواطن الاردني فعلا ان يرشد استهلاكه، وعلى الاقل ان نناشد الاثرياء منهم اللي هم ممكن يكونوا سبب في حرمان الفقير من حاجته الاساسيه بان يرشد استهلاكه. وفي نفس الوقت احنا هذا المجتمع مجتمع متعاطف والتكافل الاجتماعي يجب ان يظهر في هذه الظروف بالذات. في ناس قادرين قد يكونوا نسبتهم، لكن عندهم قدره ان يقدموا وحتى نمر بين هذه المرحله. وفي نفس الوقت ممارستهم في قضيه المقاطعه هي حق وقد تكون اعطت نتائج، لكن في نفس الوقت احنا ايضا حريصين على المنتج انه جميل. يستمر وما يفقدوش العاملين في مصدر دخلهم واستثماراتهم. جميل. في نفس الوقت بدك تضيف شيء؟ بدي اضيف بشكل سريع. نعم. المواطن يتحمل ايضا المسؤوليه. انا قلت انه المسؤوليه كلها على الحكومه، لكن المواطن عليه ان يرتب اولوياته في الاستهلاك وكيف يستهلكها. يتروحش على ابو جباره من شان تجيب صحن حمص بسيارتك ثمنه 3 ليرات، تصرف بنزين ب 3 ليرات. اعمل قائمه باللي بدك اياه كلياتها واطلع لها كلها مشوار واحد. نعم صحيح. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. شكرا جزيلا الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ زيان زوانا. شكرا جزيلا أيضا لأمين عام حزب الحياة الأردني الدكتور عبد الفتاح الكيلاني. أنتم أيضا مشاهدينا شكرا جزيلا لطيب المتابعة. نلتقيكم في حلقة جديدة بحول الله ورعايته. إلى اللقاء.